عمارة. ايه ماله؟ ما شفتش الواد؟ وادي ايه؟ بودي عم عمارة. هو ده بقى بودي عم عمارة. ده المطلوب. نشطفه. نردعه. نوكله. مش عايزة تقولي حاجة؟ نختسف. نخطفه يا أخبية. أنا جيت لك هنا بس عشان الولد الصغير اللي كان معاك. مين الولد ده؟ ولا عرفت. ده ملف قضية جديدة. قضية حلوة بقى وفيها شوية أكشن حلوين، ولا هنتعب نفسنا على الفاضي؟ أنا سو براود أوف يو. أنت فعلا براون يا ماما. إحنا نسلم نفسنا. أنا فيك بروح يا باشا. حضرتك بترضعيه؟ نعم. لا أنا قصدي يعني إزاي؟ شكله عملها على روحي. شغالة هنا؟ لا جاي استجم، باجي هنا خميس وجمعة كده يعني ارفع عن نفسي. ده انا عايز انجح لكم الاعلان بتاعكم. 5000 اجر الولد اهو. طب وحضرتك بقى اجر انا فين؟ انت تجري بره الاستوديو خالص. انت عارفه الدولار وصل كام؟ كام؟ 10 و10. 10 و10؟ اه ده انت كده متاخر. هو سخن حضرتك؟ نعم سخن. اعمل لي مساج في ايديا. ايه ده؟ بقول في ايديا مش في رجليا. ما هوش عرفه برضه، ما الاثنين قد بعض. مالك تعملها من حاجه؟ بس يا عم نزل ايديك. ايه ايه ظبطي حواجبك؟ ظبطها ومال حواجبها؟ ده انا قد بيتك يعني يا بص كده. ده انت قد ولادي كلهم. انا بنتي في خطر. انا اخرجت اكشن كتير يا ست. انا مش بتاع اكشن، انا بتاع كوميدي. دول مافيا. مافيا؟ اه مافيا. كان باين عليهم هم بيكسروا عليا. قالك فين سامح وحسين؟ انت بتعرفني على نفسك.